يعني هذا الاشي موجود، الامراض منتشره، وال يعني المواد الغذائيه سعرها ارتفع ارتفاع جنوني. إذا بتستنى لها أسبوعين الشعب على السلام راح، الشعب حيروح. يما نفسي آكل حاجة من اللي بيعملوها الناس هنا، أقول له يما اصبر اصبر إن شاء الله يما بنروح على دورنا، وحتى لو روحنا على دورنا مش حنلاقي سكن. آه.